ما في استعدادات في النادي الاهلي، اكيد برضه في استعدادات في نادي الزمالك. خلينا ناخد كابتن حسن يسري المدرب العام لفريق نادي الزمالك. كابتن حسن، برحب بحضرتك، مشرفني ومنورني. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني اتكلم في البدايه عن الاستعدادات والعوده مره اخرى للدوري، بتستعدوا ازاي؟ اللعيبه ماشيه ازاي؟ كل الاخبار الدنيا عند حضرتك ماشيه ازاي؟ والله طبعا الامور ماشيه كويس الحمد لله. لعيبه موجوده في التمرين بتتمرن، نضم اللعيبه الخلصين بطوله العالم. دخلوا التمرين كده تدريجي الحمد لله، والامور ماشيه على ما يرام، وبنستعد بقى للدوري ان شاء الله. يعني كنت بتكلم مع كابتن طارق محروس عن عقود الاحتراف وعن فكره بعد كاس العالم ان اي لعيبه بتبقى موجوده في المنتخب بيجي عقود احتراف للعيبه. هل في عقود احتراف موجوده لاي لاعب من نادي الزمالك خلال الفتره دي، ولا اللعيبه كلها مكمله داخل نادي الزمالك؟ لا والله، هو مفيش حاجه وصلت رسمي للعيبه نادي الزمالك، ولو في حاجه وصلت هندرسها كويس ونشوف مصلحه البلد ومصلحه اللاعب ومصلحه النادي اكيد. طبعا. لكن يعني حضرتك مع اتاحه الفرصه للاحتراف لو في لاعب دلوقتي في خلال ان انت راجع بتستكمل دوري مره تانية، وعندك اكيد طوكيو وعندك حاجات كتير وكنادي محتاج كل لاعب موجود، حضرتك كابتن حسن مع اتاحه الفرصه لجميع اللعيبه اللي ممكن تطلع 2 3 لعيبه من الفريق ولا لا؟ ما احنا كنا عندنا ومطلعين، يعني نادي الزمالك ما هو مطلع اكيد. ولو جت فرصه، بص اقول لحضرتك حاجه، عموما احنا لما نتكلم في الاحتراف، الاحتراف هو ده زي عجله، اللي بيحصل لعيب بيطلع بيحترف، بتهتم بلعيب تاني مكانه، بتصنع نجم تاني، فاهمني؟ بيطلع يكبر يلعب يحترف يشوف مستقبله، لان في الاخر كله ده قاعد على مصر الخير. ويعني تصديقا لكلامي، موضوع منتخب مصر، احنا شفنا اللعيبه المحترفين قدوا ازاي، شفنا احمد هشام السيد بوضعه فين، شفنا النهارده يحيى خالد بوضعه فين، شفنا سند بوضعه طب هقف فين. يا كابتن عند يحيى خالد، ويمكن يحيى خالد واحد من نجوم بطوله كاس العالم اللي قد 2021، وفي كلام عن يحيى خالد ان النادي عايز خلاص يشتريه بشكل نهائي، وهنا اعارته جون اللي بيشتري، او يحيى خالد بيكمل معاهم بشكل نهائي. ايوه طبعا، حصل قعده الفتره اللي فاتت، اليومين اللي فاتوا، والنادي تقدم بعرض رسمي لشراء اللاعب رسمي نهائي، والنادي درس الموضوع ده، واعتقد ان الموضوع خلص يعني. يعني خلاص، يعني نقدر نقول ان احنا خلاص بيكمل هناك في المجر لا، بشكل نهائي. احنا كنادي الزمالك في السنتين اللي فاتوا استفدنا منه، كنا بنديره سنه ب 80,000 يورو، فاهمني؟ لكن تمام. النادي عايز يشتري نهائي، فحصل جلسه مع النادي وتم شراء اللاعب يعني. وفي الاول وفي الاخر هو يحيى طبعا لعيب ابن نادي الزمالك، وباباه طبعا كابتن خالد فتحي لعيب نادي الزمالك ومدير لجنه التسويق، ولازم نبص لمستقبل الولد ومستقبل المنتخب، لان يحيى خالد تطور بشكل غير طبيعي. جدا جدا. يعني وعايز اتكلم برضو كابتن حسن مدى رضاك عن باقي لعيبه نادي الزمالك كانت بتشارك مع منتخبنا الوطني في كاس العالم. طبعا اللعيبه ادت، بص مش معلش مع احترامي يعني، عشان ما نقولش لعيبه الزمالك بس ولا لعيبه، لا لا، كل بتكلم لعيبه في جزئيه المنتخب. خاصه عشان بتكلم مع حضرتك وحضرتك المدرب العام اكيد لنادي الزمالك، فعشان كده بسال عن لعيبه نادي الزمالك، ولكن في النهايه لعيبتنا كلها رجاله طبعا. بالظبط كده، كل لعيبه المنتخب ادوا على اكمل وجه. في ناس بقى شايفه ان نادي الزمالك كان العدد الاكبر هو اللي بيلعب وكلام من ده، على فكره يا جماعه دي مش ميزه، لان طبعا بعد البطوله كل اللعيب اللي بيطلع للهاي ليفل لازم يحصل له نزول في المستوى، تمام؟ فيبقى اكتر حاجه كده مضروره نادي الزمالك، لكن احنا مش هنبص لها كده. احنا عندنا لعيبه، وعندنا لعيبه قدت بشكل كويس، وعندنا لعيبه في النادي موجودين على مستوى عالي، واللعيبه بتشيل بعضها في الملعب يعني. احنا الفتره الجايه هنستعين باللي كانوا موجود معانا لهم الوقت الاكبر، لحد ما اللعيبه بتاعت المنتخب ترجع وتخش تاني في فورمه الماتشات وتخش في الحاله النفسيه كويسه والحاله هل في اي الجسديه. اصابات يا كابتن حسن، ولا اللعيبه كلها خلاص رجعت ونزلت التمرين بشكل عادي جدا؟ بص، هو كل اللي كان في المنتخب اصابات بس يعني طفيفه، الحمد لله. اللي شادد، اللي عنده مثلا حاجه في صباع ايده، اللي ركبته فيها حاجات خفيفه، اللي نفسيا برضو، خلي بالك اللعيبه على قد ما احنا بنقول هم قدوا وعملوا، بس هم نفسيا يعني شويه متضايقين، لان هم طبعا اكيد. بيعملوا حاجه احسن، فاهمني؟ وكانت الامور قريبه، ما كانتش بعيده، فطبعا ده خالص. خلي اللعيبه، احنا قاعدين بقى معاهم وبنتكلم، وابتدينا الحمد لله رب العالمين، والدوري هيبتدي يوم 5. يعني في النهايه كابتن حسن كل التوفيق طبعا لحضرتك ولنادي الزمالك، واكيد للنادي الاهلي ولمنتخبنا في الاولمبياد ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسن يسري المدرب العام لكره اليد في نادي الزمالك.